هلا بمصر. يا هلا والله. هذا الجيم، هذا الجريش يجرح جرش ما يطحن، هذا الجيم يسمونه. ها، وهذا معي عندي نوعين، هذه الهلبة حمراء وسهل سميت هلبة عشان انها سهل انذريه وخفيفة، وهذا المعيه الصمة، صمة لانه صمة يا الله تطلع ما تطلع بالسهول، صمة ماسكة مثلها مثل ذي شفته تمام، هاي ما يا الله تطلع بدوس كله بدون كيماوي ما شاء الله، مزارعنا بالخضرة والاسعار ابو صالح، هذا العشرة كيلو 90 ريال وهذا العشرة كيلو 50 ريال وهذا الخمسة كيلو مجروش 30 ريال ما شاء الله الله الله. وعندك المطحون مطحون مملوح جاهز، كم كيلو جاهزنا. اغلب الناس تبي مطحون ممتاز، هذا 25 كيلو نبيع 120 ما شاء الله، مطحون مملوح جاهز ما شاء الله، هذه 5 كيلو مفروض في ناس تبي 5 كيلو، هذه 10 كيلو ما شاء الله 50 ما شاء الله، الكاير الثاني هالصمه ما شاء الله ما شاء الله، التوفيق لك ابو صالح. الله يحييكم يا تاكي.